سواليف منحازون للوطن. فارة الاسودية يا سفارة الاسودية، هذه الأمة الإسلامية، هذه الأمة الإسلامية، هذه الأمة الإسلامية، هذه الأمة الإسلامية، يلي بتحرق القرآن، يلي بتحرق القرآن، يلي بتحرق القرآن، يلي بتحرق القرآن. كتاب الله ما بينهار، كتاب الله ما بينهار، كتاب الله ما بينهار، كتاب الله ما بينهار. هذا العلم، هذا العلم الذي يمثل الحقدة والكفرة والطغيان والإرهاب، مصيره الحرق. ولع الطرف يا زلمة، ولع الطرف من تحت. سوف نهتف كل حين، سوف نهتف كل حين، سوف نهتف كل حين. حسبنا لا لن يلين، حسبنا لا لن يلين. قرآننا دستورنا، قرآننا دستورنا، قرآننا دستورنا، قرآننا دستورنا. محمد رسولنا، محمد رسولنا، محمد رسولنا، محمد رسولنا. محمد طه الأمين، محمد طه الأمين، محمد طه الأمين، محمد طه الأمين. أعداؤنا أعداء أمة، أعداؤنا أعداء أمة، أعداؤنا أعداء أمة، أعداؤنا أعداء أمة، أعداء كل المسلمين، أعداء كل المسلمين، أعداء كل المسلمين، أعداء كل المسلمين. نصرة للدين نغضب، نصرة للدين نغضب، نصرة للدين نغضب، نصرة للدين نغضب. من تطرف من يمين، من تطرف من يمين، من تطرف من يمين، من تطرف من يمين. أحرقوا قرآننا، أحرقوا قرآننا، أحرقوا قلوبنا، أحرقوا قلوبنا، أحرقوا قرآننا، أحرقوا قرآننا. تبت أيادي الحاقدين، تبت أيادي الحاقدين، تبت أيادي الحاقدين، تبت أيادي الحاقدين. هذا العلم برمزيته، بكفره، بإجرامه، بإرهابه، مصيره أن يحرق، أن يداس، وقريبا ستدوس أرض الإسلام بلاد العالم. لنحقق وعد الله، ليدخلن هذا الدين كل بيت شجر ومدر وحجر، بعز عزيز أو ذل ذليل. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. نبدأ بالكلمة الأولى مع سعادة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، إمام الرحمة للعالمين. هذا الدين جاء رحمة للعالمين، هذا الكتاب جاء شفاء للبشرية، هذا الكتاب جاء لنهضة البشرية، هذا الكتاب جاء لحياة البشرية. هذا الكتاب جاء ليشفي البشرية من أسقامها وظلمها وهوانها. عندما يقدم هذا المجرم، حطها على العلم، حطها على العلم، اقبل مع العلم. بس كيف حرق الاعلام؟ بدك تبعد الاعلام هاي اللي فوق، تجيب الصوره، تجيب الصوره، ترجع لورا، ارفع الصوره. تكبير، الله اكبر، تكبير، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
الحرب. الله يحفظك على راسك. لا يا حبيبي الله أيها الإخوة الأحبة، هذا المجرم الذي أكذب على هذه الجريمة الدنيئة القميئة، هذا المجرم لا يعبر عن ذاته بل يعبر عن مجتمع وعن دولة سمحت له بأن يقوم بهذه الجريمة. هذه الجريمة تتحملها حكومة السويد التي أذنت لهذا المجرم الحاقد العنصري أن يمارس هذه الجريمة الوقحة تجاه أقدس علوين المسلمين، على أقدس مقدساتهم، على كتاب الله. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إننا في هذا المقام ومن هذا المكان نتوجه بسؤال إلى كل من يتعامل مع هذه الفئة الضالة التي تتعمد الإساءة للإسلام والمسلمون. قرأتم كتاب الله؟ ألا يوجد غيره على دين الله؟ أيها المتابع، كون على أقدام الغرب يكفيكم ذلا ومهانة، يكفيكم استهانة بكتاب الله تعالى. أيها الأخوة الأحرار والشرفاء من أبناء الأمة، إننا نستنكر وبشدة هذا الفعل الشنيع، ونطالب المجتمع الدولي وكل القوى الخيرة بمحاسبة كل من يفكر بالإسلام بالإساءة للقرآن. ونحن نعتقد أن هذا لم يقم بهذا العمل الشنيع بدافع شخصي، بل نعتقد أنه مدعوم من دولته ومن جهات من شأنها خلق العداء بين الشعوب وزيادة عوامل الفرقة والحقد بين الناس. الإخوة الأفاضل، إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي نطالب بموقف عربي وإسلامي رسمي، أولاً قبل أن نطالب بإدانة السويد. نطالبهم لإدانة فعل هذا المسح من خلال دعوة سفراء الدولتين الدنمارك والسويد والاحتجاج وتسليمهم مذكرات الرفض والاحتجاج على حرق القرآن الكريم أمام الإعلام العالمي وعلى مرآة كافة شعوب العالم. وأخيرا، هذه ليست ديمقراطية كما يتحججون، إن هذا يرقى إلى الفعل الإرهابي. هم يهاجموننا بأننا إرهابيين ليل نهار في إعلامهم، أما أن تهان مقدسات المسلمين وتهان مقدسات الشعوب، هذا ليس عملا إرهابيا، هذا تشجيع على الإرهاب. هذه ليست ديمقراطية، هذه استهانة بالشعوب. لذلك فقول